بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، وقوله في شيء، هذا يقتضي أن جميع النزاعات يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بين الراعي والرعية، أو بين الرعية أنفسهم فيما بينهم، وكل نزاع يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن شيء كلمة نكرة في سياق الأمر، فتعم كل شيء من كبير أو صغير، سواء كان خلافا في العقائد أو في المذاهب الفقهية أو في الاجتهادات أو في أمور الدين أو في أمور الدنيا، كلها تدخل تحت قوله تعالى في شيء. فليس هناك نزاع يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، ونزاع يرجع فيه إلى غيرهما أبدا، لا يفرق، فإن هذا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه، ولا يقال إن هناك أشياء الناس أعلم بها وهم أعلم بشؤون دنياهم، كما يحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هذا ليس في أمور النزاع، وإنما قول الرسول هذا في الأمور التجريبية التي يدركها الناس بخبرتهم ومهارتهم، ولأن الحديث وارد في تلقيح النخل، وارد في تلقيح النخل، ولم يرد في نزاعات وخصومات. وتلقيح النخل هو من الأمور التي يدركها الناس ولا يحتاجون إلى دليل من الكتاب والسنة، إنما يرجعون فيه إلى العادات والتجارب، هذا هو موضوع الحديث. أما النزاعات فليس فيها شيء يخرج عن دائرة الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، فلا يبقى نزاع إلا وفي القرآن والسنة حلهما. قال تعالى: إلا في القرآن والسنة حله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في كل نزاع، سواء كان في العقيدة أو كان في العبادة أو كان في الخصومات بين الناس في الأموال أو كان في المذاهب الفقهية والآراء، كل النزاعات أهل الإيمان يرجعون فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله. وأما الذي يقسم ويقول فيها أشياء ما يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجع فيها إلى النظم والقوانين، نعم، النظم والقوانين التي لا تخالف الكتاب والسنة، أما التي تخالف الكتاب والسنة فإنها مرفوضة. ولذلك يضل ويخطئ من يقسم الحكم إلى قسمين: الأحوال الشخصية يرجع فيها إلى الشريعة، وغير الأحوال الشخصية يرجع فيها إلى نظم البشر، فهذا كفر بالله عز وجل. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فنحن عباد الله، يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله في كل نزاعاتنا وخصوماتنا وفي كل مشاكلنا مهما كانت، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم بين سبحانه وتعالى أن ذلك خير، خير للأمة من أنها ترجع في نزاعاتها وخصوماتها إلى غير كتاب الله وغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
وأن العدول عن كتاب الله وسنة رسوله في حل النزاعات أن ذلك ليس خيرا وإنما هو شر محض. ثم قال وأحسن تأويلا يعني عاقبة، فهذا يؤول إلى عاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. أما الرجوع إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه وإن استحسنه من استحسنه من الناس وظن أنه خير فهو شر، وعاقبته سيئة في الدنيا والآخرة. فإن كتاب الله وسنة رسوله كفيلان بحل المشاكل على خير وجه، وإقناع الناس وإذهاب الحزازات والعداوات وبسط الأمن في المجتمع، فهما خير عاقبة وأحسن مآلا مما يظهر للناس أنه خير وهو ليس بخير. ذلك خير أي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله لحل النزاع خير لكم، وأحسن تأويلا يعني مآلا وعاقبة ونهاية. فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. فيؤخذ من هذه الآية من هاتين الآيتين الكريمتين مسائل عظيمة. فيؤخذ من الآية الأولى عظم شأن الأمانة، وأن الله جل وعلا أمر بحفظها وأدائها، سواء كانت أمانة بين الخالق والمخلوق أو أمانة بين الإنسان ونفسه أو أمانة بين الإنسان وإخوانه من البشر، فإن هذه كلها أمانات يجب مراعاتها وأداؤها إلى أهلها. وفي قوله تعالى إلى أهلها ما يدل على أن الأمانة لا تعطى لغير صاحبها إلا إذا كان وكيلاً مفوضاً معه ما يثبت وكالته وتفويضه عن صاحب الأمانة إنه تدفع إليه. أما أن تدفع إلى غير أهلها وغير وكلائهم الشرعيين فإن هذا تضييع للأمانة. وفي قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها دليل على وجوب حفظ الأمانة وعدم التساهل في حفظها، وذلك بأن يضعها في الحرز المناسب لها ولا يضعها في مكان يعرضها للضياع أو للتلف أو للسرقة. فإن قوله أن تؤدوا الأمانات يقتضي أن تحفظ وتراعى. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن صفات المؤمنين أنهم يراعون الأمانة ويحفظونها، ولأنه لا يمكن أن تؤدى الأمانة إلا إذا حفظت، أما إذا ضيعت فإنه لا يمكن أداؤها إما نهائيا وإما لا يمكن أداؤها على الوجه المطلوب والتمام. وهذا خيانة في الأمانة، والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومن صفات المؤمنين أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعونها ويحفظونها. ويؤخذ من الآية الأولى أن الأمانة أنواع كثيرة، وليست كما يتصوره بعض العوام أو كثير من العوام من الأمانة هي الوديعة فقط، وإنما الأمانات كثيرة كما ذكر أهل العلم: أمانات بين الله وبين العبد، وأمانات بين الإنسان ونفسه، وأمانات بين الإنسان وغيره. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل بيان ما تيسر من فوائد هاتين الآيتين
والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.